عيلي فنية. هلا مليكة، لمن هيدا البيبي؟ هيدا مليكة. هلا لمن هيدا البيبي؟ اعترفوا مليكة. قولي له انت. لا انت قولي له مليكة. بليز قولي له انت. انت انت مليكة. الله يخليك الله يخليك. بليز انت قولي له. خلصوني احكوا. اوكي انا رح اقول لك. كنا عم نجيب حليب لماما، فسمعت انا صوت بيبي، فقلت له لحلا تعال. سمع صوت بيبي عم يبكي. وين؟ هون بالبنية المهجورة. معقولة؟ فوتي لنشوف اذا صحيح. حرام، مين تركه هون؟ ما بعرف. وجبنا لهون. لقيتوه ولا لقيتوه؟ لقيناه بمبنى مهجور. مبنى مهجور؟ كيف هيك؟ وين امه؟ لقينا مع البيبي رسالة مكتوب فيها انه امه تركته هون لانه فقيرة ما معها مصاري تربيه. وكيف طوعة قلبها تترك البيبي؟ والله ما بعرف، بس كل انسان عنده ظروفه. سمع كانت الظروف ما بيحق الا تترك ابنه. معك حق يا محمد، انا هيك قلت لها لحلا. طب خبروني هلا شو بدكم تعملوا بالبيبي؟ والله ما بنعرف، بس خايفين اذا قلنا لماما تزعل مننا. معكم حق. طيب يا محمد، ما زالك عرفت لازم تساعدنا. ساعدكم؟ بشو؟ تهتم بالبيبي معنا وما تخبر حدا بهيدا السر. وشو بتعطونا؟ لازم نعطيك شو ما بتعرف تعمل خير بحياتك؟ بلا، بعرف اعمل خير. بتعطونا مشترياتكم. شو؟ نعطيك مشترياتنا؟ ما رح اعطيك شي. بلا يا مليكة، رح نعطي مشترياتنا، بس المهم يهتم معنا بالبيبي. يعني ديل؟ ديل. اوكي. لا في ريحة بسعة. ييه، يمكن عمل كيكاب الحفوضة يا حلا. ممكن يا مليكة، خلينا نغير له الحفوضة. شو؟ يعني هيدي ريحة كيكاب؟ مثل العادة بيغمى، خلينا نقوم نغير له الحفوضة. اوكي. خلاص يا بيبي خلاص، هلا ماما بتسمعنا. اعطيني الوايبس. اعطيني البودرة. ييه، لكي كيف صار يضحك يا حلا؟ ايه، لانه غيرنا له الحفوضة وارتاح. يا الله شو كيوت، صرت كتير عم حبه. شو غيرتوله؟ راحت الريحة؟ ايه غيرناله، فيك تقوم. اوكي انا قايمة اخذ المفطرات لإلكم. خليه يشرب الأنينة. عيلي فنية.
محمد هول مشتريات مش كلهم إلك، في منهم لحالة ومليكة. بعرف بس هن أعطوني إياهن. وليه أعطوك إياهن؟ ما هول ماما جابتهن إلك وإلن. هلا أنت ليه زعلانة؟ أعطوني إياهن وخلاص. استفلوا. في صوت بيبي عنا بالبيت، من وين جاي هالصوت؟ هذا ما عن جيراننا. جيراننا؟ ايه عن جيراننا. بس جيراننا بعدهم متزوجين جديد وما عندهم بيبي. عم يحضروا تي في؟ مدري. يا عمي والله سمع صوت البيبي من عنا من البيت. عم تتوهم انت، عم تتوهم. مستحيل، ايه بشوف. Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mom finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? مين؟ افتحوا، أنا زهراء، ليه مقفلين الباب؟ شو بدنا نعمل يا مليكة؟ خلينا نخبيه بالخزانة؟ أوكي. ليه مقفلين الباب؟ كنا عم نغير ثيابنا. اوكي. عم تدرسوا؟ بعد شوي رح ندرس. ماشي، ما تتأخروا. في صوت بيبي بالأوضة. لا ما في. بلا، عم بسمع. كيف ما في؟ عم تتوهمي. شو؟ انت بتقولي لي عم تتوهمي ومحمد بيقولي عم تتوهمي؟ شو انا خرفانة؟ لا يا زهراء منك خرفانة، بس يمكن هذا صوت التلفزيون عند جيراننا. ايه والله معقول يكون صوت التلفزيون عند جيراننا. انتوا ما تتأخروا على درسكم. ايه يا عمي ما تخوطوني، صوت البيبي جاي من هون. لحظة، هيدي اللعبة تبكي مثل البيبي. هيدا صوت اللعبة، وانا عم قول في صوت بكي بيبي بقلب الغرفة. يلا المهم هلا خلصوا دروسكم لانه بدنا نتغدى بعد شوي. اوكي اوكي يلا. لعنا فوتي اسألي بدون ما يحس. اوكي اوكي، برافو عليك. خالو، كيف أعرف إذا البيبي مريض؟ إذا البيبي مريض؟ ليه عم تسألي هالسؤال؟ لأنه عطونا هيك درس بالكتاب. عطوكن هيك درس عن البيبي؟ إيه. طيب، بتعرفي مريض إذا عليه حرارة؟ طيب، وين بلاقي الحرارة؟ بتلاقيها يا عجبينه يا تحت باطه. أوكي، شكراً خالو. أهلاً. خلص خلص نام، هلا بترتاح. حلا حطي ايدك على جبينه شوفي اذا عليه حراره. شو خص جبينه؟
جبينه بالحرارة. مخالو أشرف قال لي إذا مريض حطي إيدك على جبينه تنشوف إذا عليه حرارة. أوكي. ييه راسه سخن كتير يا مليكة. يا شو لازم نعمل؟ ما بعرف، خايفين يصير له شي. ما نحن صغار ما بنعرف بهيدي الأمور. ليكي شو رأيك نخبر خالو أشرف؟ هو بيساعدنا. ايه فكرة حلوة، رايحة خبره. خالو أشرف تعا ساعدنا تعا. شو في شو في؟ شو هيدا يا مليكة؟ شو هيدا يا حلا؟ لمين هيدا البيبي؟ هيدا البيبي يا خالو. لقيناه بمبنى مهجور. لقيتوه بمبنى مهجور؟ وليه جبتوه لهون؟ قهرنا عليه يا خالو وخفنا شي حيوان ياكله. اوكي يا خالو، حلو الانسان يعمل خير، بس كان لازم تخبروا ماما وبابا مش تتصرفوا من راسكن. نعتذر يا خالو، بس حبينا انه ننقذ الطفل مش اكتر. طيب برافو يا خالو، بس لما يصير معكن هيك شي مرة تانية بتخبروا حدا كبير. اوكي، وهلا شو بدنا نعمل بالبيبي؟ هيدا البيبي يا خالو رح رجعوا على المبنى المهجور، يمكن تكون امه تراجعت عن قرارها ورجعت بدها تربيه. بس ما قلتوا لي وين هيدا المبنى؟ هيدا المبنى صار بالطلاء قدام الدكان. حلا رح نشتاق كتير للبيبي، تعودنا عليه. ايه معك حق. خالو مش انت قلت لي اذا البيبي عليه حرارة يعني مريض؟ صح يا خالو. ايه البيبي عليه حرارة. شو عليه حرارة؟ اعطوني اياه لاخده عند الدكتور بسرعة. لا لا. عيلي فنية. كل هيدا عملته مليكة وحلا؟ وشو صار بالبيبي؟ رجعت أخذت البيبي عند الدكتور، فحصه طلعت حرارته 38 يا حرام، بس رجع مشي الحال، عطاء أدوية وقبر. ومن بعدها سلمته للشرطة وحققوا بالموضوع، والحمد لله عرفوا أمه مين وعطوها بعض المساعدات لتقدر تربي الولد. ايه برافو عليك، تصرفت كتير منيح يا أشرف. بس المهم تكون فهمت مليكة وحلا انه هيدا التصرف غلط، رغم انه حاولوا يعملوا خير، بس مش بهالطريقة، مش لعمرهم. ما تخاف، فهمتن كل القصة وفهموا الموضوع. عيلي فنيه.